هذه المقابله ديال الجزائر حنا مغاربه خوتكم ضروري كنتابعوكم. راه شفناكم في تيران راه رجع راه مشى المنتخب ديالنا الاول راه بقى الثاني وحنا خوتكم ديما مساندينكم. واللعابه ديال الجزائر صراحه كلهم رجال فهمتي بنادم كيتقاتل على التوني وكيدوي المهم مادايش بلادو كيبكي وكنشوف لهم المقابلات اللي فاتوا المهم شفنا المدرب كيبكي والروح الرياضيه كاينه والروح ديال البلاد المهم كنتمنوا لهم حق واحد موفق ان شاء الله الكاس الجزائري ليش يفرحونا معاهم حتى حنا راه خاوه خاوه ديما ان شاء الله وكنتمنوا لهم حد موفق في اقصائيات ديال كاس العالم بغينا نشوفهم حتى هما ان شاء الله في الكان ديال 22 في قطر. نشكر قناه شوف تي في على هذه الاستضافه. احنا جزائريين كوفد جزائري جينا نشاركوا هنا في بن سليمان في الفيلم القصير الامازيغي ورغم ذلك جات متوازيه مع النهائيات كاس امم افريقيا وان شاء الله نتمنى لبلادي الفوز 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 وثاني حتى المغاربه اللي راهم هنايا دوله المغرب رانا كلها راها تشجع الجزائر كلها وخاوه خاوه ان شاء الله ديما ديما نبقوا خاوه وتحياتي من المغرب بني سليمان حتى الجزائر وحتى ليكيب ناسيونال القاهره ان شاء الله ان شاء الله الكاس الجزائري. السلام عليكم الزول في اللون حنايا الوفد الجزائري مشاركين في الفيلم الامازيغي القصير اتحدث عن نفسي الاستاذه برومانه ساميه جامعه سيدي بالعباس وبعد الافتتاح الرسمي للمهرجان الذي فات على اكمل وجه وفي احسن ما يكون اغتنمنا الفرصه لان نشاهد المباراه مباراه الفريق الوطني في دور النهائي الذي نامل ان شاء الله ان يتوج بالنجاح وحتى نقسم نهديو لكم ان شاء الله فرحه النجاح ونتقاسموها مع اخواننا المغاربه. تعرفوا الشوط الثاني رانا على الاعصاب والحظ الحظ ان شاء الله يلعب دور والفريق الوطني الجزائري يعني فريق قوي فريق نتاملوا فيه انه يحقق لنا طموحنا ويحقق طموح كامل الشعب المغاربي والعربي ان شاء الله. يعني نتفائل خيرا لمحاربي الصحراء الفريق الوطني الجزائري يعني هذا حلم طال انتظاره 29 سنه على ان نفتك الكان ونعلق النجمه الثانيه بالقميص وندخل بها الى الاراضي الجزائريه ان شاء الله ويكون تكون الفرحه عارمه اكبر اذا اخذناها بالاراضي المصريه هذه الليله ان شاء الله. Let's go!